في مشكله كبيره في الاف المعتقلين في السجون، في انتهاكات مش بس تعذيب، في انتهاكات طبيه، في مرضى معتقلين ما بيتقدملهمش خدمه طبيه، في مرضى اثناء تاديه الخدمه الصحيه ليهم بيتم كلمشتهم كثير مخالفه للقانون، الدكاتره اللي بيقدموا العمل دي متفقين في الجريمه مش بس السلطات المعتقله اللي اعتقلتهم، الدكاتره اللي بيعملوا الحاجه دي او وقع الحاجه دي كمان متفقين في الجريمه، كان لازم نتضامن مع الناس دي ولازم نوضح وجودنا. هل في دور مقبل لنقابه الاطباء هتلعبه في قضايا المعتقلين؟ طبعا احنا هنطالب ان احنا نشرف على السجون وعلى الخدمه الصحيه المقدمه للمحبوسين او المعتقلين، كمان هنطالب على الحالات الانتهاكات الطبيه ان احنا نحقق فيها ونكون طرف فيها، وكمان نحاسب الدكاتره اللي موجودين في مصلحه السجون والمتابعين للشرطه اللي بيساعدوا في الانتهاكات او بتتم الانتهاكات قدامهم من غير ما يبلغوا النقابه او يعترضوا على وجود الانتهاكات. في الوقت نفسه عندنا اكثر من 200 طبيب معتقل، منهم مرضى منهم ناس عندها مشاكل، بنطالب بالافراج عن كل الاطباء المعتقلين لاسباب سياسيه او اعتقال عشوائي وغيره، وان شاء الله لجنه الحريات في فتره الاطباء هتكون موجوده في هو حضرتك اللي ماسك لجنه الحريات من قبل الاطباء؟ لا مش لجنه الحريات الدكتور احمد حسين، بالفعل قابل النائب العام وطلب الافراج عن الاطباء المعتقلين، وطلب منه النائب العام انه يقدم تقرير فردي بالحالات، وهو قدم التقارير الفرديه ومنتظرين النتيجه. ماشي، الف شكر.